اليوم جينا نتعرفوا على السيدة رتبة. السيدة رتبة كانت عندها تجربة عمل في الخارج، من بعد قررت باش تعاود تدخل للجزائر وين فتحت ان سونتر دابرونتيساج. هلو. هاي، انا خرجت جامعة تلمسان ابو بكر بلقاية تلمسان، مهندسة دولة في الميكانيك، بناء ميكانيكي. بديت في الاول كبائعه مده 6 شهور، بعدها صرت سوبرفايزر، ومن بعدها مانجر على الامارات على البروموشن ليديز نقول لهم، ومن بعدها صرت جي سي سي بروموشن مانجر، يعني على مستوى الخليج مش بس على الامارات. مثلا ماما مشغوله، عندها دونتيست، عندها عرس، عندها ما عجوزتها مشغوله، يماها ما عندهم ضياف، تحطوا وتعاود تعيط من قبل، تحطوا وليدها تطمن عليه وتجي تديه كي يخلص وقته. المساعدة اللي لقيتها بزاف هي كانت من جهه الوالده واخواتي اللي متغربين. دونك لا فورشة تاعنا هي توت لا جورني 12000، بالنهار تقدر تطيح لها 1000 اذا عنده لو غوتي تاع الصباح في ميزون وغوتي تاع الحشيه الفطور. مي اذا كان بالساعه راهي 1500 لا كارت اللي فيها 12 دونك طيح لها 10000 دينار، يعني سي فريمون ريان دو تو. عدد جديد من مرة ونص ياتيكم في الاوقات التاليه.